لا تريد أن يكون العراق أصدقاء أقوياء، ولا تريد أن يكون العراق فسحة دولية يتحرك بها، ولا تريد أن يكون العراق دعم اقتصادي ومصارف دولية نتحرك من خلالها أو بها، ولا تريد للعراق أن تكون هناك جامعات دولية نرسل أبناء الشباب الأذكياء هؤلاء الجيل الجديد نرسلهم لهناك ليأتوا إلينا بالعلم حتى ننهض بمجتمعنا. هم لا يريدون هذا العراق. الكويت تريد أن يكون العراق العظيم بقدرة الكويت، لنقل الجميل، لن أعبر عنهم اليوم بكلمة الشخاطة. يريدون قوة الجيش العراقي تكون أقل من قوة لواء عسكري حتى يتمكنون دائما من الفوز على هذا اللواء. إيران لا تريد أن يكون العراق مكانه، هي تقول الخليج العربي فارسي، واللعبة حتى على مستوى الرياضة إذا سميت باللعبة العربية تعترض وتنسحب. طموح قومي إيراني توسعي واضح، التوسع لن يكون لإيران إلا إذا كان على حساب العراق ومن خلال اضمحلال العراق والسيطرة عليه. الجارة تركيا، الجارة المسلمة اللي يحكمها الآن لا يحكمها العسكر، يحكمها الحزب إسلامي ديني في تركيا، تقطع المياه عن العراقيين وهي تعلم ماذا يعني هذا من جفاف للحقول وللزراعة وضرر للمواطن العراقي والاقتصاد بل والإنسان العراقي. المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين والعتبات المقدسة الشريفة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كل هذا لا يمنع أن يسعى البعض إلى تمويل ودعم إرهابيين وقتل ومجرمين. النظام في الشام القومي العربي الذي ينادي بالأمة العربية لا يتجرأ أن يطلق رصاصة واحدة في الجولان، لا يتجرأ حتى أن يذكر اسم الجولان، لكنه يتجرأ أن يقتل العراقي. إذا لم تكن لدي حصانات دولية واتفاقات نلزم بها المجتمع الدولي وأمريكا الدولة القوية بالدفاع عن الحدود والسيادة العراقية، من الذي سيدافع عن الحدود العراقية في الجانب الشرقي أو الغربي أو حتى في البصرة؟ الأنظمة العربية تريد أن تستبدل فلسطين وإسرائيل، هذه المشكلة القائمة من 60 سنة، بمشكلة اسمها العراق. لا يوجد زعيم عربي واحد، لا سلطان ولا ملك ولا أمير ولا رئيس يتجرأ الآن أن يتحدث عن فلسطين، لأنهم كلهم يعلمون هذه الأمور أصبحت في الملعب الدولي. هم يريدون شيء يشغلون به الشعوب، يتاجرون به حتى تستمر عمليات الظلم على شعوبهم، يعني يريدون الضحية. العراق هو الضحية. أنا أريد اتفاقية استراتيجية تضمن بناء القوات المسلحة، تضمن بناء الجامعة العراقية، تضمن أن تفتح الجامعات الأمريكية لأبنائنا، تضمن علاقات مالية بين البنوك العراقية والبنوك الأمريكية. مع احترامي لهن العاملين في مصرف الرافدين، هذا مو بنك، هذا مجمع للعاطلين عن العمل، هذه شعوذة مصرفية، جهات غير عراقية، هي نفس الجزيرة والسلطة في الشام والسلطة في طهران. تريد أن تشكك في قلب العملية السياسية هو مجلس النواب. لاحظ، القلب والعقل هو مجلس النواب، إذا تنسف القلب والعقل نسفت الجسد كله. والله رح نبني عراق عزيز قوي متحالف مع الغرب، خلي تسمع إيران زين وخلي يسمعون هاي الدول العربية المخرفة زين، متحالف مع الغرب، بيه العراقي يمشي فوق الريح، يا إمارات يا سنغافورة، أكثر من الإمارات وسنغافورة، والآخرين عليهم أن يدورون على فرص عمل في هذا البلد.